حاجات كتيرة أنا ما بقولهاش دلوقتي لحد لما يجي وقتها هتنزل في المكان الصحيح إن شاء الله بتاعها. لكن أنت ما تستعجلش، كل المعلومات اللي أنت عاوز تعرفها أو اللي هي مهمة بالنسبة لك في شغلك هتعرفها بس في الوقت الصحيح بتاعها، علشان خاطر ما نكربس الدنيا كلها على بعضها فتلاقي أنت يعني مخك مش قادر يستحمل الحاجات كلها. فاحنا لما اتكلمنا على البيريوم قلنا انك ما بتدخلش اي صبغه في جسم الانسان من غير اشعه عاديه، وقلنا ان الفوائد بتاعه الاشعه العاديه اللي هم شويه دولت، لو انتم فاكرين ان الاشعه العاديه بتشوف الراديو اوبيك كالكيلاي يعني الحصوات المعتمه، ما تقدرش تشوف الحصوات الشفافه، وتعرف تشوف الكالسيوم كالسيفيكيشن في اي حته، ودينا مثال لليورينري بلادر بالهرز الكالسيفيكيشن، وتعرف تشوف الجاز باترن يعني تشوف الهواء جوه الانتستين دي مهمه، وتعرف تشوف الميه بطل بقى الكلام دوت. ايام ما كانش فيه سونار ولا كان فيه سي تي ولا حاجه كنا بنستخدم البلين اكس راي عشان نعرف العيان عنده اسايتس ولا لا، بس بطل بقى خلاص النقطه ديت انساها. لكن يعرف يشوف الهواء مهم، اذا كان في هواء جوه بطن العيان يعني نومو بريتونيوم هنقول عليه، يعرف يشوف الاورجانوميجالي يعني تضخم في الكبد او في الطحال، وبعدين يبص على العظم. ودينا امثله بالكالكيلاي وقلنا ان دهوت راديو اوبيك ستون في الليفت كيدني، وقلنا ان دهوت اسمه الساج هورن، ودهوت الاستاج هوت ده المقصود بيه اللي هو القرن الوعل ولا الغزال او حاجه زي كده، اللي هو المتشعب ده اللي انت شايفه، ودوت حصوه كبيره جدا ان ذا رايت كيدني اللي احنا بنسميها ستاج هورن ستون. لما تكون الستونز بره الشادو بتاع الكيدني وتكون على اليمين فغالبا بتكون في الجول بلادر، وبنتاكد من الحكايه ديت لما نعمل سونار ولا نعمل اي حاجه تانية. الكالسيوم لو في كالسيفيكيشن في الكيدني اسمه نيفرو كالسينوزس، كالسيفيكيشن في الكيدني اسمه نيفرو كالسينوزس، ودوت ليه اسباب كتيره جدا 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 جدا، بس التي بي مش واحد منهم. التي بي بيكالسيفاي الكيدني هيلا بيلا على بعضها، هيلا بيلا مش المظله بس بتاعتها، ديت بتبقى نقط في الكورتكس بتاعه الكيدني وساعات في المظله، دوت اسمه نيفرو كالسينوز. اذا لقيت كوره كده كالسيفايد في الحوض بتاع واحده ست فدوت اسمه فايبرويد يوترس اللي هو ورم ليفي في الرحم، وده اشهر. لا دي لا الفليبلس دي فستوك صغير، اما كوره كبيره زي ديت كده لازم يكون واحده ست خلاص. لو الكرة ديت موجودة في واحد راجل بندوخ عشان نلاقي لها تفسير، لكن الحاجات ديت في الحوض بتاع الستات سهل جدا. And this is calcified fibroid يعني ورم ليفي متكلس في الرحم. الكالسيفيكيشن اللي في البنكرياس ملوش غير تشخيص واحد فقط اسمه كرونيك بنكرياتايتس، ولو كان الكالسيوم مستفحل قوي زي اللي انت شايفه دوت كده يعني واخد البنكرياس من اوله لاخره تقدر تشخص كرونيك بنكرياتايتس من البلين اكس راي، لكن غالبا بيكون كالسيوم خفيف فبتشوفه في السي تي فيبقى التشخيص هو هو. لو لقيت كالسيفيكيشن في جدار المراره، لو في كالسيفيكيشن في جدار المراره اسمه بورسلين جول بلادر. عارف انت البورسلين الجول بلادر لما الجول بتاعها يكالسيفاي اسمه بورسلين، ودي حاجة خطيرة جدا، 30% ليها علاقة بالكانسر، كارسينوما اوف ذا جول بلادر. يعني الكالسيوم في معظم الاوقات بيبقى حاجة حميد في معظم الاوقات، لكن في حتت معينة بيبقى علامة خطيرة، من ضمن الحتت ديت الجدار بتاع المرارة. فالجدار بتاع البرارة لو تكلس كده تخاف جدا، لاحسن يكون تحتيه ورم في المرارة اللي هو كارسينوما اوف ذا جول بلادر. لو انت عملت اكس راي للابدومين ولقيت الانتستين كده مليانة بالغازات ودايليتد، ودوت كان في السوباين فيلم وفي الايريكت لقيت مالتيبل فلويد ليفلز، فبتعرف على طول ان دهوت ايه
انسداد في الامعاء او انتستاينال اوبستراكشن، ودوت هنتكلم عليه اكتر من مره بعد كده. بس انت تعرف لما يكون الانتستين الغازات فيها كتيرة اكتر من الطبيعي، او ان المريض اصلا متشخص ان هو عنده انسداد معوي، فالطبيعي انك تعمل له فيلم وهو نايم وفيلم وهو واقف. وهو نايم بتشوف الجاز باترن، وهو واقف بتشوف الاير فلويد ليفلز، فبتعرف على طول ان ده هو obstruction. فمثلا ده وهو واقف وعنده اير فلويد ليفلز كتيرة، بس واضح ان ده القولون مش السمول انتستين اللي فات، ده دولت السمول انتستين، اما اللي بعديه ده القولون. عرفت ازاي؟ بحاجتين، كبير جدا وفي هسترة اللي هي الخطوط اللي ماشية في النص، وكمان على الحرف بتاع البطن، السمول انتستين في نص البطن، اما القولون على الحرف من بره. اكتر حاجة لو احنا مثلا يعني بالبلين اكس راي لقينا انتستاينال اوبستراكشن، غالبا بنعمل للمريض دوت سي تي عشان نعرف ايه سبب الاوبستراكشن. في طبعا اسباب كتير جدا 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 من ضمنها الاورام. فمثلا لو احنا عملنا سي تي للمريض دوت وطلع عنده ابل كور في السيجمويد، يعني شولدر وشولدر وحته ضيقه، معنى كده ان هو عنده كارسينوما، والكارسينوما ديت هي اللي ايه، هي اللي قافله البتاع. فاحنا معظم الناس اللي عندها انسداد في الامعاء بنعرفهم من البلين اكس راي سوباين واركت، وبعدين نعمل له سي تي عشان نعرف سبب الانسداد. خلاص. طيب افرض واحد عنده هواء جوه البطن، الهواء ده اول حاجه ايه سببه؟ اكتر حاجتين على الاطلاق يطلعوا هواء جوه البطن، الجراحه والثقب. اي حته في البصرين حصل فيها خرم، يعني خرم في الاستومك، خرم في السمول، خرم في اللارج، هينفس هواء جوه البطن. خلاص. او انت فتحت البطن فدخلت هواء اللي هو بوست اوبراتيف، يعني بعد العمليه، او عملت منظار في البطن فالمنظار بيستدعي انك تحقن هواء جوه البطن. خلاص. طيب الحاجات البوست اوبراتيف اللي هو المنظار والجراحه بيروح بعد 7 ايام، يعني في خلال 7 ايام الهواء بتاع الجراحه يختفي، لكن الهواء بتاع الثقب ما بيختفيش، يفضل على طول. خلاص كده. يبقى ازاي تفرق ان الهواء دوت نتيجه الجراحه او نتيجه ثقب؟ بالهيستوري. المريض دوت عامل عمليه لسه ما فاتش عليه 2 3 ايام، يبقى ده غالبا متسبب العمليه. خلاص. طب افرض ما حدش لمسه، ولا عمليه ولا منظار ولا اي حاجه خالص، يبقى ثقب، مفيش حاجه تانية. خلاص. هو ثقب. طيب الثقب دوت بسبب ايه؟ بسبب حادثه، بسبب التهاب، بسبب قرحه واتخرمت، بسبب الاف الاسباب. خلاص. طيب انت دورك ايه في القضيه؟ دورك بس انك تقول في هواء جوه البطن ولا لا، لان الهواء جوه البطن علامه اكيده ان في ثقب. بس انت لما تخبط في السقف وتنزل 20 مره ما تعرفش الثقب فين، مهما عملت بالاشعه ما تعرفش الثقب فين. خلاص. يبقى انت بس دورنا احنا دكاتره وفنيين وكله ان احنا نعرف ان في هواء جوه البطن. طب ايه اسهل طريقه؟ شيست اكس راي اركت، يكون المريض واقف وعامل شيست اكس راي. فلو كان في هواء، الهواء هيطلع لفوق ويقعد تحت الديافرام، ادي الحجاب الحاجز وتحتيه هواء، والحجاب الحاجز تحتيه هواء، يبقى معنى كده ان في هواء جوه بطن الايه، جوه بطن المريض. نعم. ما عندنا 200 طريقه للتفرقه ما بين الحاجتين وبعض، لكن زميلكو بيقول ان ممكن الفندس بتاعت الاستومك تكون مليانه هواء فيبان كده. مهما حصل لازم يكون في فرق ما بين المعده وما بين الديافرام، لكن لما تلاقي هنا هو الديافرام منه للهواء على طول، فبتعرف ان دوت كده. ولما تبص على الناحيه الثانيه اللي هي ما فيهاش معده، يبقى خلاص. واسهل طريقه هو يوجوالي، طبعا الهواء ما بينقيش الشمال واليمين، لكن هو بيطلع لفوق وخلاص، فالحته اللي انت بتعرف منها هي الناحيه اليمين، لان اليمين ما فيهاش انتستين ولا كولون، فيها ليفر، وبالتالي هتشوف الهواء ببساطه. في طريقه ثانيه،
افرض المريض ما يقدرش يقف، ما يقدرش يقف عشان يعمل chest x-ray، في طرق نعمل lateral decubitus او تصوره كروس تيبل بالهوريزونتال بيم، اي بس انت عندك طريقه سهله. تصور اكس راي للبطن وهو نايم، خلاص عادي جدا. انت المفروض هتلاقي هواء، صح كده؟ في البطن الهواء دوت موجود في المصاريف، مظبوط ولا ايه؟ طيب بيقول لك بقى لما تلاقي في الاكس راي انت قادر تشوف جدار الانتستين، الجدار، انت امتى تشوف الجدار؟ لما يكون هواء جوه وهواء بره. لكن ما تقدرش تشوف الجدار وهواء جوه بس، ما تعرفش تشوفه لانه متلخبط في بقيه الانتستين الثانيه. فقال لك لما تعمل اكس راي وتشوف الجدار دوت كده، ها، يبقى انت ساعتها عارف ان في هواء جوه وفي هواء بره، يبقى ده يساوي على طول نومو بريتونيوم. الساين ديت واحد اسمه ريجلر هو اللي مكتشفها، بس انت ما تشغلش بالك قوي بالموضوع دوت. السبلين قد الحمار، في سبلين كبير جدا وصل لحد الحوض، بتعرفه من البلين اكس راي. طب انت محتاج اكس راي عشان تعرف سبلينوميجالي؟ لا، ما هو في واحد بتاع بطنه بيحسس على بطن العيان ويقول لك فور فينجر ثلاثه فينجر معرفش مين كده. لكن المقصود من الاكس راي ممكن تشوف اذا كان السبلين كبير، وكذلك تشوف اذا كان الليفر كبير. ممكن تشوف فورين بوديز، واحد بلع زلطه، واحد بلع بليه، واحد بلع معرفش راس دواء عشان ينتحر. كل الكلام دوت سهل قوي انك انت تشوفه في البلين اكس راي لو كان راديو اوبيك. اما لو كان ازاز مثلا او حاجات مثلا من اللي ما بتتشافش مش هتعرف تشوف. وحكيت لكم انا حكايه البريم، وقلت لك البريم كان زمان بيجي في ايه، ودلوقتي بقى بيجي في عبوات، والعبوات بقى كمان عليها نكهات، وممكن يكون بريم بالفراوله وبريم بالمعرفش مين والكلام ده كله. وقلنا ان البديل بتاع البريم هو الجاستروجرافين اذا انت شاكك في حاجتين، يا اما يكون عنده ثقب فما تقدرش تدي المريض بريم لحسن البريم يشر جوه تجويف البطن ويعمل طوب طوب طوب، او يكون عنده اوبستراكشن فما تقدرش تدي بريم لان البريم هيسد الاوبستراكشن اكتر. خلاص كده؟ طيب وكمان الجاستروجرافين مهم جدا في السي تي زي ما احنا قلنا، وقلنا ان الفحوصات بتاعه الجاسترو انتستاينال تراكت في منها حاجه اسمها دبل كونتراست، والدبل كونتراست ده بريم وهواء، بريم وهواء. والبريم والهواء ما بينفعش الا في الاستومك والكولو، في طرق تانية كتيرة للسمول باول والكلام ده كله، بس المهم الحاجتين دول الاستومك والكولو. الاستومك بتدي العيان البريم وبعدين تديله فوار اللي هو يسفه، وفوار ده لما ينزل ويتلخبط على المية اللي جوه المعدة يطلع هواء ويعمل الايه الدبل كونتراست، والكولون تحقن البريم ووراه الايه وراه الهواء. وقلنا ان في الجي اي تي في اربعه ليجنز فقط اللي هم فيلينج ديفكت والسر ودايفرتيكولم وستريكشن، وكل حته من الجي اي تي بيحصل فيها هذا الكلام، بيحصل فيها فيلينج ديفكت والسر وزينور والكلام ده كله. وقلنا ان الفيلينج ديفكت ممكن يكون من جوه زي كده اهوت، ممكن يكون من بره زي دوت، اسم ده اسمه اكسترا ليومينال، ودوت اسمه انترا ليومينال يعني جوه التجويف، ودوت بره التجويف. وقلنا الاستريكشر في منها نوعين، رات تيل اللي هو ديل الفار، وده ينفع يكون بناين وينفع يكون مالجنان، وفي ابل كور اللي هو ده مالجنان ما فيهوش هزار، ده مالجنان يعني مالجنان اللي هو زي التفاحه اللي متاكله وباقي منها حته من فوق وحته من تحت، ففي هنا حته من فوق وحته من تحت. والدايفرتيكولم عباره عن جيب بارز من تجويف الانتستين او الاستومك، وبيملى بالبيريم لانه متوصل بالتجويف نفسه. والالسر عباره عن حفره في الميكوزا، ولما تسقي المريض بيريم الحفره دي بتعبي بالبيريم، وتحرك المريض شمال يمين هي معبيه بالبيريم،
ولو بصيت لها من الجنب هتلاقيها بارزة كده لبره شوية زي ديت، ولو بصيت لها بالوش هتلاقي حفرة مليانة بالإيه؟ بالبرد. بعد كده قلنا إن أي حتة في الجي أي تي لما بنيجي نصورها لازم نصورها على الأقل مرتين، مرة وهي مليانة ومرة وهي فاضية. المليان عشان الفيلينج ديفكت، والفاضي عشان الألسر، وده المليان برضو عشان الاستريكتشر، وده هوت علشان المليان عشان كله ما عدا الألسر، عشان الفيلينج ديفكت والدايفرتيكولم والاستريكتشر. وقلنا الكلام دوت من كلام معاد، اللي هو ان الاستريكشر اللي في الاسوفجاس فيه كوروسيف وفيه بيبتيك وفيه اكاليزيا وفيه مالجنن. وقلنا ان الكوروسيف البيبتيك استريكشر اللي هو واحد عنده ارتجاع من المعده للمريء، طبيعي ان الاكل ما او الحموضه او اللي هو العصاره اللي في المعده طبيعي ما تنفعش ترجع للمريء، لكن لما تكون التوصيله ما بين الاستومك والمريء مش ماسكه كويس، هم لسبب او لاخر تطلع العصاره اللي جوه المعده في الحته اللي الاخرانيه من الاسوفجس، والاسوفجس مش مؤهل لكده، فالحته ديت بتعمل دامج للميكوزا بتاعه الاسوفجس وتعمل فيها التهاب اللي انت بتحس بيه، الحموضه اللي بيقولوا عليه. وبمرور الوقت الالتهاب دوت يعمل تليف ويعمل ضيق في الحته الاخرانيه بتاعه الاسوفجس، بيسموها بيبتيك استريكشر، لان اللي عمل كده هو العصاره البيبتيك اللي هي اللي موجوده جوه الاستومك، قعدت تطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتبوظ في الحته دي لحد لما عملتها زي ما انت شايف كده. والتاني اللي هو الاستريكشر بتاع واحد شرب ماده كاويه، بتقف لحظه واحده عند القرش بتاع الاورطه وتروح مبوظه بقيه الاسوفجس بالكامل. والهيستوري هنا بيكون واضح جدا ان هو طفل وشرب. الفرق بين الاثنين دوت غالبا طفل او واحد يعني منتلي مش مظبوط، والتاني ده هوت واحد بيشتكي من سنين طويله ان هو عنده حموضه وفي صوره الاشعه البيبتيك ستريكشر بتبقى كونفايند لاخر حته في الاسوفجس، عمرها ما تطلع لفوق خالص لحد القرش ودقورته، بتبقى بس حته صغيره جدا في اخر حته في الاسوفجس اللي هي المنطقه اللي انتم شايفينها ديت كده. لكن الكوروسيف ممكن من اول ما شرب، يعني لو شرب الكوروسيف ده واستنى في بقه شويه صغيرين الاسوفجس بالكامل ممكن يروح يبقى ستريكشر. فالكوروسيف الهيستوري، وفي الاشعه بتبقى فيري لونج very long stricture من اول فوق لحد من اول القرش في دورته لحد لما توصل للايه للاستومك. والناس بتوع الكوروسيف ما بنديهمش ولا بيريام ولا جاستروجرافي، بندي لهم ليبيدول علشان نخاف لحسن يكون فيه بيرفوريشن. الاكاليزيا اللي هو الحته اخر حته في الاسوفجس ما بتصرفش البيريا، بتصرفش الاكل، فالاكل بيتحوش في الاسوفجس، الاسوفجس يدايليت 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 فتره طويله لحد لما يبقى عامل كده، قلت لكم بيبقى اسمه سيجمويد اسوفجس. الناس بتدخل بالمنظار وتقطع المصل اللي موجوده هنا، لان المصل دي قافشه كده على طول مش راضيه تفتح عشان الاكل ينزل في الاستومك، فبيروحوا عاملين فيها قطع كده بحيث انها تسيب وبعدين يبتدي الاكل ينزل في الاستومك. لو انت عملت سي تي والشيست ليه موال طويل جدا معانا، بس انت النورمال سي تي اوف ذا تشيست ده مكان الاسوفجس اللي هو السفيف قوي اللي فيه نقطه هواء صغيره ده، لكن لما تلاقي الاسوفجس بقى عامل كده قد الكرومبه وجواه نقط هواء واكل ومش عارف ايه، فهو ده بتاع الايه بتاع الاكاليزي. الحاجات ديت مجرد بس انت لما تشوفها وانت بتعمل الفحص تبقى انت عارف ايه اللي حصل بالظبط في الموضوع. وده الكارسينوما اللي هي ابل كور في الاسوفاجس، عنده شولدر من فوق وعنده شولدر من تحت. ولو عملت سي تي هتلاقي ادي الكارسينوما والاسوفاجس في وسطها. ليه مثلا احنا ما قلناش دوت ورم طالع من الرئه مثلا؟ يعني لان الاسوفجس في نصها اللي هو نقطه الهواء ديت كده، بما ان البتاع دوت الهواء ده موجود في وسط الورم دوت، يبقى معنى كده ان دوت الاسوفجس. انت مش متاكد ان دوت الاسوفجس، تبلع المريض بلعه جاستروجرافين هتلاقي على طول الهواء بقى ابيض مكان الجاستروجرافين، فتعرف ان دوت الايه
الاسوفجس. يبقى لما يكون في نقطه هواء كده يبقى الكرومبه دي كلها تبع الاسوفجس، وتبع الاسوفجس ما عندكش حاجه، هو كارسينوما هي اللي بتقفش اليومن كده. لما يكون في فيلينج ديفكت، اتفقنا ان الفيلينج ديفكت دوت بيكون واحد من ثلاثه، يا اما بناين يا اما مالجنانت، يا اما لو كان في الاستومك بيبقى اسمه بزوار، ولو كان في الاسوفجس بيبقى اسمه فيريسز اللي هي هنشوفها دلوقتي اللي هي بتاعت دوالي المريء. دوالي المريء محتاجه منظار عشان تعالجها، يعني تحقنها عشان تقفلها. اما الاثنين التانيين محتاج منظار عشان تاخد بايوبسي علشان تعرف دوت بناين ولا مالجن. خلاص؟ طيب يبقى لو كان في فيلينج ديفكت زي كده جوه الاسوفجس ما تقدرش في الغالب تعرف اذا كان بناين ولا مالجن، في اي حته ما تقدرش تعرف اذا كان بناين ولا مالجننت الا لما تاخد منه بايوبسي. وده الموضوع الفيريسز اللي هو بتاع ايام زمان، انك انت لو واحد عنده تليف في الكبد ايه اللي بيحصل؟ انت عندك البورتال فين، البورتال فين ده متكون من مين ومين؟ السبلينيك فين والسوبيريور ميزنتيريك. خلاص؟ السبلينيك فين دوت جايب الدم من السبلين، والسوبيريور ميزنتيريك وهو والانفيريور ميزنتيريك جايبين الدم من الانتستين. خلاص كده؟ الدم دوت بيدخل على الليفر عشان ينضفه من كل الحاجات اللي فيه والتوكسنز وكل حاجه، وبعدين يروح مطلعه على الهيباتيك فينز اللي هي بتوديه على الانفيريور فينيكيفا اللي هو بيوديه على القلب بعد كده. يبقى وظيفه الليفر اصلا تنظيف الدم اللي طالع من الانتستين بالاكل كله اللي انت اكلته والحاجات الملوثه وكل الكلام ده كله عشان ينضفه وبعدين يوصله للسيركيليشن العاديه. طيب انت بقى الليفر تليف يعني ايه؟ يعني بقى سفيف كده وضيق، والبورتال فين عاوز يودي الدم، السكة ضيقة جدا صعبة جدا مش عارف يودي الدم فين. فربنا عامل اكتر من 20 مكان لما الدم ما يعرفش يوصل للليفر يرجع لورا ويوصل تاني للقلب عن طريق سكك تانية. السكك التانية ديت واحد منهم هو ده اللي هو المكان موجود في اخر حتة في الاسوفجس، فيبتدي الأوردة اللي في الحتة دي تنتفش قوي علشان توصل الدم الناحية التانية. لما تعمل بريم سوالو تلاقي خطوط كده ماشية في جدار المريء، هي دي اللي احنا بنسميها اسوفجيال فيريسز، يعني دوالي المريء. والدوالي ديت قلت لك بتتعمل بمنظار علشان خاطر انت تحقن الجماعه دول، لان معروف هو بيقول لك الواحد ينزف من دول 3 مرات بعدين يموت، اللي هو الاسوفجيال فيرسس دي، فانت بتسدها علشان ما تنزفش وتحاول تلاقي حل. في حلول طبعا للموضوع ان الليفر متليف والدم مش عارف يوصل له، في حلول كتيره جدا بس ده مش وقتها. اذا لما تعمل بريم سوالو وتلاقي حاجات عامله زي الديدان كده ورم لايك او زي التعابين او فيلينج ديفكت موجود في الاسوفجس، تعرف ان دولت ايه؟ اسوفجيال فيريسز. وايه اللي سبب بتاعهم؟ ليفر سيروزس. والليفر عمل ايه؟ بورتال هايبرتنشن، يعني زود الضغط في البورتال فين خلى الاورده ديت ايه تنتفش كده. دلوقتي ما بنعملش بريم سوالو، لكن ممكن في السيتي ادي الاسوفجس اهو مليان هواء وده الاورطه وحواليه فيسلز كتير جدا، ايه دولت؟ هم دولت الايه؟ الفيريسز. بنعرف نشخصهم بالسيتي من غير بريم من غير حاجه. الدايفرتيكولم اللي في الاسوفجس 3، واحد فوق اسمه زنكر، واحد في النص اسمه ميد اسوفجيال، واحد لتحت اسمه ابيفرينيك. ودوت الزنكر اللي انا حكيت لك عليه قبل كده، ودوت الابي فرينك يعني فوق الديافرام اللي انا برضو حكيت لك عليه قبل كده. في البريم ميل قلت لك بتسقي المريض بريم سائل وتعمل اللي يعجبك، المهم تطلع كل مره حته من الاستومك فيها بريم وحته فيها هواء. فبتنيم العيان ترفع جنبه اليمين وبعدين جنبه شمال وبعدين تنيمه على جنبه مش عارف، المهم في الاخر خالص يطلع الفندس مليانه هواء، فندس مليانه بيريوم، البايلورس مليان بيريوم، البايلورس مليان هواء، كل حته من الاستومك مرتين، مره مليانه بيريوم ومره مليانه بالهواء.
طبعا الهواء مهم جدا عشان تشوف الألسر، هو ده بس وظيفته. الألسر اللي في الاستومك او الألسر اللي في الديودينم لازم يكون هواء عشان تعرف تشوف. لو ديت مليانة بيريم زي ده ولا هتشوف حاجة. لكن البيريم فايدته ايه؟ الفيلينج ديفكت والاستريكتر والدايفرتيكولام والكلام ده كله. وقلت لك التيست بتاع الريفلاكس ما عادش دلوقتي انك تقلب الترابيزه وتخلي رجل المريض في السقف وراسه لامسه الارض، الكلام ده بطل خلاص. بتنيم العيان على جنبه وتخليه يبلع ريقه او يبلع شويه ميه، هتلاقي البيريوم اندر سكرين، خرج من الاستومك طلع في الاسوفجس، يبقى عنده ريفلاكس. من غير حاجه خالص، بعد لما سقيت المريض البيريوم وخلاص كله تمام ونيمته انت على الترابيزه، لقيت بيريوم في الاسوفجس يساوي ريفلاكس. خلاص؟ مفيش بعد لما يبلع مفيش بيريم بيكون في الاوسافجس خالص. انت فتحت السكرين لقيت بيريم في الاوسافجس، يبقى ريفلكس من غير ولا تفرك ولا تقول له احزق ولا ما تحزقش ولا اي حاجه خالص. يبقى اذا الريفلكس لما تلاقي بيريم في الاوسافجس بعد لما يكون المريض خلص بلع خالص ولسه في بيريم مستني في الايه؟ في الاوسافجس. وطبعا ما يكونش في ستريكشر مثلا في الاسوفجس هي اللي موقفه البيريوم، يكون الاسوفجس كله زي ما انت شايف كده. الريفلكس دوت معروف عند الجماعه بتوع البطنه ومش عارف مين باسم الجرد. جرد يعني جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز. جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز. كل بتوع البطنه والشركات الدواء اللي بتصنع ادويه الحموضه وكده معروف عندهم الاسم دوت كويس جدا. افرض الريفلكس استمر من غير علاج هينتهي في الاخر خالص بالايه؟ بالاستريكشر اللي انت شايفها ديت، اسمها بيبتيك استريكشر. لما حته من الاستومك تطلع فوق الديافرام يبقى اسمها ايه؟ هايتس هيرني. دوت مكان الديافرام ودوت الهايتس هيرني. الفيلم دوت بالنسبه للجماعه بتوع دكاتره الاشعه مشهور جدا في الامتحانات، انك انت شيست اكس راي قمت مش واخد خوانه، تقعد بقى تشوف ايه اللي في اللانج ومش عارف مين، لكن شايف انت ده اللي هو في اير فلويد ليفل ورا الهارت، ده هوت الهايتس هيرنيا بس مزنوقه. مزنوقه يعني مش قادره تنزل، في هايتس الهيرنيا تطلع لفوق وما تعرفش ترجع تاني، فلما ما تعرفش ترجع تاني الاكل يتحوش جواها ويعمل فلويد ليفل. الحكايه دي اسمها انكارسريتد هايتس هيرني. انكارسريتد يعني مزنوق. انكارسريتد هايتس هيرني، سيبك من انكارسريتد هايتس وخلاص، هايتس هيرني ديت اسمها هايتس هيرني. ده المنظر بتاعها في السي تي وده المنظر بتاعها في الاكس راي. الاستومك قلنا ان الاستومك لما يحصل لها ورم، الورم دوت بيأفكت الجدران بتاعتها ويضيق اليومن يخليها عامل زي الايه؟ ليزر بوتل او لايونيتس بلاستيكا، وهي دي البوتل اللي مقصود بيها اللي هي بتاعت الجنود ايام زمان وكده. And this is the stomach العاديه، انك انت لما تاكل الاستومك توسع كده وترحرح عشان تدي لك فرصه تاكل اكتر. اما هنا عامل زي الممر بس تاكل والاكل برن ينزل على تحت على طول، لان الاستومك از نوت ديستنسبل، لان الجدار بتاعها از انفلتريتد باي تيومر اسمها لايونيتس بلاستيكا. وده لما تشيل الاستومك بالجراحه تلاقي الورم ماشي على الليسر كيرف والورم ماشي على الجريتر كيرف، والحته التجويف بتاع الاستومك ضيق جدا اللي هو بتاع الاكل، شايف الفندس كويسه بس البودي مش عارف ايه عامل زي الايه؟ زي الفتله. دوت اسمه كانسر استومك او اسمه ايه؟ لاينيتس بلاستيكا. لو عملت سي تي هتلاقي جدار المعده اللي هو مثلا ملي او 2 ملي شايف تخين جدا، واليومن بتاع المعده رفيع جدا، يبقى دوت اسمه كارسينوما of the stomach. قلنا ان الفيلينج ديفكتس اللي في الاستومك ثلاثه، يا اما بزوار يعني فورين بودي، يا اما بناين ورم حميد، يا اما ورم خبيث. وقلنا اللي بزوار في منه ثلاثه، شعر اسمه ترايكو بزوار، نباتات اسمه فايتو بزوار، وادويه اسمه فارماكو بزوار، وفي بزوار ملوش اسم. في بزوار ملوش اسم زي الدومنا اللي انا وريتها لك كان بلعها قبل كده. طيب
ده بقى اللي هم ما اعرفش ليه متركز عليه قوي في الكوريكولم، سبحان الله. يعني كتب الكوريكولم بيحب الجاستريك دايفرتيكولم. الجاستريك دايفرتيكولم بتشوفه في الحلم بس، ما بتشوفوش في البراكس ابدا، نادر جدا جدا لما تشوف الجاستريك دايفرتيكولم. لكن تشوف كولن دايفرتيكولم بالهبل، تشوف ديدينال دايفرتيكولم بالعبيط وهكذا. لكن هذا الدايفرتيكولم بتاع الاستومك نادرا ما تراه، ودايما بيكون موجود في الفندس، ودايما بيكون في الحته دي بالذات. يعني ده مكان الجاستريك دايفرتيكولم، والانسيدنس بتاعه قليل جدا، 4 في 1000. يعني كل 1000 عيان تعمل له بيريام ميل تلاقي 4 عندهم هذا الدايفرتيكولم. بغض النظر، ما هوش يعني أعجوبة الزمان. كمان الحاجة اللي هم مركزين عليها وكل الأشعة ملهاش دور فيها، الجاسترايتس. جاسترايتس يعني ايه يا جماعة؟ يعني التهاب في المعدة. اي كلمة تنتهي بايتس، اي تي اس، معناها التهاب. جاسترايتس، اوسوفاجيتس، كوليسيستايتس، بنكرياتايتس، بريدنايتس، انايتس، كل دوت يساوي التهابات. جاسترايتس يعني التهاب في المعدة. اي ناس كتير جدا عندها التهاب في المعدة وما بتشتكيش من حاجة، ما بيرمرم، يعني بياكل اكلات غريبه جدا وبيشرب مشروبات غريبه جدا، فبتعمل تهيج في جدار المعده بس شغال. الجاسترايتس is an endoscopic diagnosis، يعني بيتشخص بالمنظار فقط. لما تستفحل الامور قوي وتبقى جاسترايتس بقى المريض بيولول منها، تشوفها في الاشعه. عندك 3 انواع. واحد اسمه ايروسيف جاسترايتس. إيروسيف يعني في أرقضة في جدار المعدة، يعني في ألسرز، كروحات، دوت اسمه إيروسيف جاسترايتس. وده بيبقى مشهور قوي في الناس اللي هي بتاخد الأدوية زي الأسبرين وكده على المعدة الفاضية. الأسبرين بينزل مباشرة، هو وبعض الحاجات بتاعت الروماتيزم وكده، بينزل على الجدار يأكله على طول. فدي نقطة خطيرة جدا اسمها إيروسيف جاسترايتس. ده واحد من اللي انت بتشوفه في الأشعة. التاني انك انت تلاقي الميكوزا الفولز بتاعت الاستومك بقت قد الحمار، كل واحدة تخينة جدا كده، دوت اسمه هايبرتروفيك جاسترايتس. يعني الفولز بتاعت الاستومك تخينة، الميكوزا الفولز تخينة. والعكس بتاعه ان مفيش ميكوزا الفولز خالص، اسمه اتروفيك جاسترايتس. يبقى عندك كام واحد؟ 3. ايروسيف اللي هو فيه الالسرز، هايبرتروفيك اللي هو فيه جعليس، اتروفيك اللي هو مفهوش ميكوزا خالص. بيقول لك حتى الجريتر كيرف والليسر كيرف بيبقوا بارلل، يعني الاتنين موازي لبعض، على عكس السمك العاديه، واحد واقف كده والتاني لافف كده، لكن دولت بقى هما الاثنين ايه؟ موازي لبعض، دوت اسمه اتروفيك جاسترايتس. تيجي بقى للبزوار. البزوار اللي هو فورين بودي جوه الاستومك، والفورين بودي بيتحرك، يعني وانت بتعمل البريم ميل تلاقيه بيمشي كده وبيروح كده، لكن الورم ما بيتحركش، ثابت في مكانه. فمثلا احنا عندنا كتل كده هوت، ممكن تكون ورم، ممكن تكون بتاع بزوار. وانت بتعمل البريم ميل وبتقلب المريض كده بتعرف على طول، مش محتاجة حاجة. ده هوت بيقول لك ان ده واحدة ست او بنت، يعني عندها 15 سنة وهي عندها منتال ريتارديشن وعندها الوبيشيا، يعني صلع. الوبيشيا يعني صلع، يعني كلت شعرها، خدته من فوق حطته جوه في الايه؟ في المعدة. فاللي انت شايفه ده واشهر حاجة على فكرة بتتاكل هو الشعر. الناس واكتر الناس بيكونوا بنات طبعا، لان الرجالة ما عندهمش شعر اصلا عشان ياكلوا، لكن صلع قرعة، يعني قرعة. يعني كلت شعرها، فهي كل شوية مثلا بنت متضايقه او حد مش عارف ايه تاكل حته، وبعدين صار لها مشكله تاني تاكل حته تاني وهكذا، فتلاقي المعده عامله كده. ده بقى ده السي تي بتاع البزوار، بتلاقي حاجه كده غريبه الشكل والمنظر
وجواها نقط هواء وجواها نقط اكل وبتاع، ودوت البزوار نفسه وانت تطلعه بالعمليه. كل الناس بتقول ان البزوار ملوش حل غير الجراحه، يعني تفتح وتفتح الاستومك وتطلع الكتله دي، ما تعرفش تخرجها بالمنظار اصلا، انها ما تعرفش تعملها. بعض الناس كاتبين على الانترنت ان في بزوار راح بالكوكاكولا، يعني قعد شربوا المريض 12 ازازة كوكاكولا ورا بعض. وايوه بالظبط كده. وانت لازم تعرف ان كوكاكولا والبيبسي اصلا بينظفوا بيهم البوتاجازات وبينظفوا بيهم التواليت والحاجات اللي زي كده اصلا. ايوه دي حقيقة. فالمواد ديت في غاية الخطورة على الاستومك، بتعمل مشاكل جامدة جدا، وعلى عكس الناس ما هي فاهمة ان هو بيهضم وما عرفش ايه والكلام ده كله. ففي حالة واحدة بس هم اللي، وتلاقي لو انت دخلت على النت وكتبت بزوار تلاقي ازازة كوكاكولا موجود، عشان انك انت لا قدر الله جالك بزوار تشرب 17 ازازة ورا بعض فممكن تخف. وفي بزوار شالوه بالمنظار بس على فترة طويلة، يعني تقعد منظار تقعد تنتش حتة منه حتة منه، وبعدين لما تتعب تروح المريض وتجيبه يوم تاني وتقعد وهكذا. لكن هو الحل النهائي تفتح كرش المريض وتخرج البزوار. ما بياكلش، ما فيش مكان في المعدة ياكل فيه اصلا. طيب، وده البزوار اللي انت فاكره اللي هو الدومنا. اما الورم اللي هو ثابت وما بيتحركش، فدوت ممكن يكون حميد ممكن يكون خبيث، وتعمل له منظار تاخد عينه عشان تعرف اذا كان حميد ولا خبيث. ودوت ورم في الاستومك وبان طبعا لان البريوم ملحوس السيرفس بتاعه، فثابت هو في الفندس بتاعه الاستومك، وبتدخل بالمنظار تاخد عينه منه فتعرف اذا كان ده هوت حميد ولا خبيث. ده بريم ميل، وفي حته ناقصه هنا في الاستومك في المنطقه ديت كده، يعني معنى كده ان في فيلينج ديفكت. غالبا الفيلينج ديفكت اللي ما تعرفش تشوف حروفه بالكامل، يعني ما تلاقيش البريم لافف حواليه داير داير، بيكون شابك طبعا في الجدار. طالما هو شابك في الجدار يعني كميه الاورام الحميده في الاستومك قليله جدا، فمعظمها بيكون كانسر، وبتاخد منه عينه عشان تعرف النوع. لو عملت سي تي وسقيت المريض جاستروجرافي، فدي الاستومك اهي شايفها، ودوت الايه التيومر اللي جواها الحته دي، وده هوا طبعا زي ما انت عارف، وده التيومر وده الجاستروجرافي ودوت الايه الهوا. الالسر عباره عن حفره في الميكوز، والألسر في الاستومك بالذات ممكن يكون حميد وممكن يكون خبيث، يعني ممكن يكون في مالجنانت ألسر وممكن يكون في بناين ألسر. الفرق بين الاثنين سهل جدا في الأشعة. الألسر اهو اللي هو الحفرة دي كده، بيقول لك لو انت بصيت كده ادي الألسر اهو، واللي انت شايفه الخطوط ديت اسمها الميكوزال فولدز. الميكوزال فولدز لو كانت الفولدز واصله لحد الالسر حرفه يبقى حميد، لو كانت واقفه بعيد يبقى خبيث، لان هو الخبيث منتشر ومتشعب في جدار المعده، اما الحميد ملوش دعوه، الميكوزا بتوصل لحد الايه لحد الحرف بتاعه. فلو انت لقيت الميكوزا واصله لحد الحرف بتاعه يبقى حميد، يبقى دوت بناين ألسر. زي ده كده الميكوزا واصله لحد الحرف بتاعه اهي، واصله لحد الحرف بتاعه يبقى ايه بناين ألسر. اما المالجننت بقى فبيبقى متشعب في الجدار كده، فالميكوزا بتبقى واقفه بعيد عن الحرف بتاع الألسر، فتلاقي الميكوزا هنا وقفت لحد هنا والألسر لسه ما جاش. يبقى البناين ألسر الميكوزا بتوصل لحده، والمالجننت ألسر الميكوزا بتقف بعيد عنه. طيب الديودينم اللي هي الديودينال كاب اللي هي عامله زي المثلث دي، قلت لك ما بيجيش فيها الا ألسر حميد بس، ألسر حميد بس. والألسر دوت لو كان حفره كده والميكوزا رايحه عنده اسمه أكيوت ألسر، ولو كان عمل فايبروزس وعمل ديفورميتي وخلى الديودينال كاب بقت زي ورقه البرسيم يبقى اسمه ايه
كرونيك ألسر، كرونيك ألسر، وده هوت كرونيك ألسر اللي هو عامل زي ورقة البرسيم، سموه تراي فويل ديفورميتي، يعني لها ثلاث شعب كده. حلو قوي. جينا بعد كده للانتستين، وقلت لك الاو اسمه الفحص دوت اسمه بيريام ميل فول ثرو، يعني تعمل بيريام ميل بالكامل وبعدين تسقي المريض بيريام وبعدين تصوره كل شويه علشان تشوف السريان البيريام في الانتستين. تفضل ماشي 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 لحد لما توصل الى التيرمينال إليوم. التيرمينال إليوم اللي هو اخر حته في السمول انتستين داخل على الكولون. بعد كده عندنا يعني احنا لو انت بعدت تصور في المريض طول الليل بعد الفني مروح وكل حاجه ما وصلتش للتيرمينال إليوم، ما انت ما عملتش حاجه، الفحص ما يعتبرش كامل. لازم عشان البيريام ميل فول ثرو يكون كامل لازم توصل للتيرمينال إليوم. ليه؟ لان كل الديزيزز اوف ذا سمول باول بتطلع في التيرمينال إليوم، واللي انت ما صورتوش يبقى خلاص ملوش لازمه الفحص اللي انت عملته. ايام زمان في العصر اللي هو مش حجري قوي كان في حاجه اسمها سمول باول انما. الانما عباره عن ايه يا جماعه؟ الانما بتاعت القولون، بتجيب خرطوم وتحطه جوه القولون وتحي، صح كده؟ الانما بتاعت السمول انتستين بتجيب خرطوم وتدخله جوه السمول انتستين، خلاص؟ بس دوت لازم يكون خرطوم طويل عشان بقى من بق العيان. هتدخله من فين ده؟ من بق العيان. طيب بتدخل الخرطوم من بق العيان وتنزل بالاوسوفيكس وبعدين تروح في الاستومك وبعدين تخرج من الاستومك وبعدين تروح في الانتستين وبعدين تحي امبريم. دوت اسمه ايه؟ سمول باول انما، او ليه اسم تاني اسمه انتيرو كرايسيس. انتيرو كرايسيس، خلاص؟ انتيرو كرايسيس. حلو قوي. انت بقى اندر سكرين دخلت الانبوب من بق العيان او من مناخيره وفضلت نازل لحد الاستومك وعمال تزق فيها وهي تتلوي جوه الاستومك وتلف وتروح وتلف وتروح لحد لما ربنا سهلك وخرجت بره الاستومك، رحت في الديودين. طيب تزق بقى الانبوبه اكتر لحد لما توصل تعدي الديودينم بالكامل، توصل للجيجنم، خلاص؟ وبعدين ساعتها بقى تبتدي تحقن الايه؟ تحقن البيري. هتقول بنعمل كده ليه اصلا؟ بنعمل كده عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، انت اول ما تدي العيان البيريام ما تعرفش تسيطر عليه، خلاص انت خرجت بره الموضوع، البيريام هيمشي بقى براحته، مشي مشي، ما مشيش وقف في السكه، ما تقدرش تعمل حاجه، انتهى. فانت لما تبقى انت المتحكم تحقن شويه بيريام وبعدين تستنى لقيته ما مشيش تزق الانبوبه لجوه شويه وتحقن تاني وهكذا، دي نقطه. والنقطة التانية انك انت توصل لمكان الليجن وتشوفه هو نفسه بدل ما كل الانتستين تركب على بعضها وما تشوفش حاجة. ده كان الايه؟ الحل بتاع ايام زمان. دلوقتي بقى طلع حاجة بالسي تي وحاجة بالام ار. بص بقى، احنا قلنا لما تحط انبوبة اسمه انتيرو كلايسيس. الانتيرو كلايسيس ده ينفع يتعمل بالبيريام وينفع يتعمل بالسي تي وينفع يتعمل بالام ار. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. تجيب الانبوبه وبدل في السي تي بدل ما تحقن بيريام تحقن مانيتول ومعرفش ايه وحاجات كده على بعضها لحد لما تملى الانتستين وبعدين تصور. بالام ار نفس الحكايه، المانيتول ومش عارف ايه وبعدين تصور. بغض النظر، انت ممكن توصل للشغلانه ديت من غير الكولايسس دوت، من غير الانبوبه، مجرد انك انت تسقي المريض بس المانيتول وعليه الخلطه اللي احنا بنستخدمها في البتاع دوت اسمها انتروجرافي. ده انتروجرافي يعني سقيت المريض من غير انبوبه. انتيرو كلايسيس يعني انت جوه الانبوبه، خلاص؟ طيب لو كنت بتصور بالسي تي هيبقى اسمه سي تي انتروجرافي، لو كنت بتصور بالام ار هيبقى اسمه ام ار انتروجرافي. مفهوم يا جماعه؟ طيب فاحنا دلوقتي بنصور بأني طريقه؟ بالسي تي. فانت دلوقتي هتسقي المريض المانيتول
وهتدي المريض باسكوبان اللي هو بيخفض الحركة بتاعة الانتستين عشان تدي فرصة للمانيتول يستنى فتعرف تشوف، وبعدين تحقن العيان انترافينس كونتراست. ليه؟ عشان تشوف جدار الانتستين بياخد صبغة ولا لا. لو كان بياخد صبغة يبقى الانتستين صاحي، لو كان ما بياخدش صبغة يبقى الانتستين فيه اسكيميا او فيه غرغرينا او فيه اي مشكلة تانية. يبقى اذا الانتروجرافي ده بيتعمل ازاي؟ نسأل المريض مانيتول، بنحقنه باسكوبان، بنحقنه انترافينس كونتراست، وبناخد صور. الصور بتاعت السي تي كلها بتطلع بالعرض، بتقول له ركب الصور بالطول. الكورونال مهم جدا دلوقتي، الكورونال اللي هو زي دوت كده مهم جدا. فتلاقي كل الانتستين اهي، شايف انت الانتستين دي كده؟ حد هيقول لك طب هو ايه الفايده من الهمبليصه دي كلها؟ ما الانتستين راكبه على بعضها وانا مش شايف حاجه اصلا. صح؟ صح ولا مش صح؟ مش صح. طيب بص يا جماعه، اصلا الانتستين ما بيجيش فيها الا مرض واحد بس، وبيتشاف بكل الطرق من غير فرق ولا حرق. بس انت دلوقتي كل الدكاتره بتوع البطنه ما يسمع على فحص جديد يقول لك سي تي انتروجرافي، سي تي انتيروكلايسز، هو اصلا ما يعرفش الفحص بيتعمل ايه ولا هيؤدي الى انهي نتيجه. احنا كل الهمبليصه ديت بتتعمل عشان الجدار والليومن زي ما زميلكم قال. هل في حاجه جوه الليومن غير الميه؟ يعني في ماس جوه الليومن؟ والجدار اتخن من الطبيعي ولا هو سمكه الطبيعي؟ بس كده، ادي هما الحاجتين. واحنا ممكن لما تمشي ورا الصور كلها تقدر تشوف الجدار وتقدر تشوف الايه؟ الليومن. طيب عملت الطريقه ديت بالام ار. في الام ار قلت لك ان الميه بيكون لونها اسود في التي 1 وبيكون لونها ابيض في الايه؟ في التي 2. فلو انت صورت تي 1 هتلاقي الميه سودا، لو انت صورت تي 2 هتلاقي الميه بيضاء، صح كده؟ طيب بعدين لو حقنت صبغه هتلاقي جدار الانتستين واخد صبغه، ودي علامه صحيه جدا ان الانتستين ما تاخدش صبغه، معناها ان فيها اسكيميك تشينجز، ان الدم مش واصل لها كويس، ودي نقطه مهمه في التشخيص. طيب مين بقى المرض اللي هو اللي احنا بنشخصه؟ هو الكورونز بس تقريبا، وهو الوحيد بيجي في التيرمينال ايليوم. ده التيرمينال ايليوم الطبيعي، وده التيرمينال ايليوم لما يكون فيه كرونز. ايه اللي حصل بقى؟ زي الفتله، رفيع جدا وروز ثورن زي ما قلنا المره اللي فاتت، بيكون مشرشب 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 كده نتيجه الالسرز اللي هي بتبقى عامله زي الشوك بتاع الورده. طب افرض عملت له سي تي، هتلاقي الانتستين الجدار بتاعها تخين جدا والليومن رفيع جدا. طيب عملت انت سي تي ولقيت الجدار بتاع الانتستين تخين والليومن رفيع، حد قال لك ايه دوت يا عمنا؟ ايه؟ مفيش غيره، هو وحيد، مفيش غير، بس مفيش غير، ومهما فرقت حركت هو دوت بس، هو وحيد الكرومز. طب ما انت بدل بقى ما تفرك وتحرك وتجيب انبوبه وتدخلها في العيان ويصوت طول اليوم والكلام ده كله، طب ما تعمل سي تي عادي من غير اي حاجه خالص، لو كان في كرونز هيبان. طيب انا قلت لك لما تلاقي ماس وجواها جاستروجرافي يبقى معنى كده ايه؟ ان ده ورم في الانتستين، صح كده؟ طيب احنا يعني بصوره عامه كده، الورم اللي في السمول انتستين هو الليمفوم، والورم اللي في اللارج انتستين اللي هو في الكولون هو كارسينوم. يعني ليمفوما في السمول وكارسينوما في الايه؟ الكول. حد هيقول لك يعني ما ينفعش يجي كارسينوما في الانتستين؟ الاجابه ينفع. ما ينفعش يجي ليمفوما في الكولون؟ الاجابه ينفع. خلاص؟ طب امال ايه بقى؟ احنا دايما عندنا احنا في التشخيص بالكومن، ايه الحاجة الكتير قوي اللي بتحصل في الحتة ديت؟ الليمفوم. خلاص؟ طيب انا قلنا دوت ليمفوما راح عمل عملية ولا منظار طلع كارسينوما، انت بريء، معلكش حاجة، لانك انت بتشخص بالايه؟ بالكومن، يعني بتعرف الحاجة اللي هو اكتر من غيره. البيريوم انما قلنا عليها قبل كده، وقلنا بنحقن هوا ورا البيريوم وبنصور الايه؟ الكولون دبل كونتراست. وقلت لك من شويه موضوع الفيرشوال ده، انك انت
تجيب المريض تحضره كويس جدا، وبعدين تنيمه على السرير تعمل سكانوجرام، وبعدين تحقنه شوية هواء عشان تملى الكولون بالهواء، وبعدين تعمل مقاطع، وبعدين تعمل كورونال، وبعدين تقول له شيل الاورجانز كلها وخلي الكولون، اسمه دوت سي تي كولونوجرافي. سي تي كولونوجرافي اللي هو ده كده. طيب ممكن تخلي كولونوجرافي كده، وممكن تلونه بالالوان الطبيعيه، وممكن تعمله 3D. كل دوت سهل جدا في السي تي، ولا 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 ما فيهوش معضله ابدا. كل ده اسمه كولونوجرافي. حقنت انهي نوع من الصبغه؟ هوا. هوا بس. طيب اشهر حاجه بتيجي في الكولون هو الدايفرتيكولار ديزيز، بروزات كده من جدار القولون، وبتبقى اكتر في السن الكبير، ولو عملت منظار بتشوفها، ولو عملت فيرشوال برضو اللي هو بتاع السي تي بتشوفها نفس الحكايه. وعملت سي تي عادي هتلاقي الدايفرتيكلي كتير قوي في السيجمويد، فتلاقي كده كور مليانه هواء، وساعات تكون فيها بيريم من اثار الماضي وحاجات زي كده. دوت اسمه دايفرتيكولوزيس او كولونيك دايفرتيكولوزيس. طب عملت له فيرج بتاع دوت كولونوجرافي وعملته 3D ودايفرتيكولوزيس برضو نفس الحكايه. وقلت لك ان الالسرتيف كولايتس ده النورمال كولون ديستنسبل، بيتنفخ وفيه هوستريشنز وكل حاجه تمام. اما البتاع التاني فعامل زي الايه الانبوبه الرصاص، اسمه ليد بايب، يعني زي انبوبه الرصاص. الجدار ضيق والجدار سموز، يعني ما فيهوش الهستره اللي انت شايفها ديت كده. ودوت اشهر واحد ديزيز بيجي في الايه في الكولون من ناحيه الالتهابات، يعني الكولايتس. يبقى اذا تلاقي الكولون حته منه يوجوالي على الناحيه الشمال او كله من اوله لاخره بقى مسح كده ومش بيتنفش، يبقى اسمه السيراتيف كولايتس. طيب عملت سي تي لقيت الجدار تخين واليومن ضيق، في الكولون اسمه السيراتيف كولايتس، في السمول انتستين اسمه كرونز ديزيز. هم نفس المنظر، نفس الشبه، نفس الشكل، هو هو. طيب لقيت ابل كور يبقى مالجنانت استريكشر الانتست الكولون. لو في فيلينج ديفكت يبقى يا اما حميد يا اما خبيث يا اما في انتسسبشن. بغض انتسسبشن لما نيجي الحته بتاعت الاطفال هنتكلم عليه. طيب لو انت لقيت بوليب زي كده ازاي تعرف ان هو حميد ولا خبيث؟ بالمنظار. بالمنظار خلاص. لكن هم متفقين قال لك لو كان البوليب ليها عنق ليها بيديكل تبقى بناين، لو كانت قاعده على الجدار اسمها سيسايل بوليب، ديت اسمها بدانكليتد بوليب يعني ليها بيديكل، ليها عنق يبقى بناين، ملهاش عنق وقاعده على الجدار يبقى غالبا ده غالبا وده غالبا مالين. طيب البوليب ده هيت ليها عنق يبقى غالبا بناين، شايفها؟ طيب والبوليب دوت قاعد على الجدار يبقى غالبا مالين. طيب افرض في 200,000 بوليب موجود جوه الكولون، شايفهم كل السفيف جدا دوت عباره عن بوليبس. ده ديزيز مشهور جدا اسمه فاميليال بولوبوزس. فاميليال يعني العيله كلها عندهم، العيله فاميليال يعني بيمشي في الفاميلي، يعني مرض وراثي خلاص كده. فاميليال بولوبوزس يعني في 500,000 بوليب موجودين جوه القولون، ممكن يكونوا سفيفين وممكن يكونوا كبار. بس خطورة هذا البولوبوزس ان هو 100% لازم يبقى كانسر. يعني لو انت سبت اول ما تكتشف فاميليا البولوبوزس تشيل الكولون بالكامل، تشيل الكولون بالكامل بالكامل، لانه 100% هيبقى كانسر كولون. مفيش مثلا 90% 80% مش عارف ايه الكلام ده كله. وفي زي ما انتوا اكيد سمعتوا اليومين دولت، انتوا عارفين ان الكانسر بريست من الحاجات اللي بتمشي في العيله. ف يعني
مثلا البنت اللي مامتها عندها كانسر بريست هي عندها انسيدنس 25% يجي لها كانسر بريست. ففي دلوقتي مثلا سمعت عن بعض الحاجات كده ان في مثلا الام جالها كانسر بريست، بعدين البنت الكبيرة جالها، بعدين البنت المتوسطة جالها، والبنت الصغيرة راحت شايلة البريست قبل ما يجي فيه كانسر. دي طريقة يعني اللي انا قصدي عليه يعني ان لو في حاجة الانسيدنس بتاعها عالي جدا جدا فانت ما تستناش لما تحصل، فانت ممكن تشيل البتاع قبل ما ايه قبل ما تحصل. نعم مش عارف مش عارف بصراحة، بس في لا دلوقتي في حاجة جديدة، تحليل معين بتعمله الستات يقول لك ان الست ديت هيجي لها كانسر بريست بعد 20 سنة. بتعرف لا بتعرف قبلها بسنين طويلة جدا ان هو هيحصل. بس ما هو ناس كتير قوي ما بتعملش الكلام ده يعني، هو هي دي خدته من قصرها، هي تقريبا ممثلة مشهورة وعملت نفس الحكاية كده والله اعلم، بس انا عشان مانيش ضليع قوي في التمثيل وكده فمش عارف التفاصيل. المهم احنا قلنا ان لما يكون قبل كور استريكشر يبقى مين؟ يبقى مالجنا. اهو قبل كور استريكشر في السيجمويد يبقى مالجنا، قبل كور استريكشر في ترانسفيرس كولون يبقى مالجنا، وده المنظر بتاع الابل كور وهو مليان بالبيريم وهو مفضي بالبيريم. فيري كاركترستيك الحته دي والحته دي هي اللي فيها تيومر، والمكان ده هو بقيه اليومن اللي لسه ما تسدش، يعني بعد حبه التيومر هيروح سدد الحته ديت ويجي على طول للمريض بعد كده انتستاينال اوبستراكشن. وده هوت الصوره اللي قبل الكولونوسكوبي، وديت الصوره اللي بقى اللي هي سميناها فيرتشوال كولونوجرافي، والقبل كور اهو شايف انت الحته ديت واضحه جدا في هذا المكان. المره اللي فاتت زميلتكم قالت على موضوع الهيرش سبرانج. الهيرش سبرانج عباره عن ايه؟ عباره عن اخر حته عند السيجمويد كده او في الريكتوم ضيقه زي بتاعه الاسوفجس بالظبط، ما ترضاش تفتح عشان تفضي، زي اللي موجوده في الاكاليزيا وزي اللي موجوده في البلفيوريتيريك بتاع الكيدني، ما ترضاش تفتح عشان تفضي. طب ايه العمل؟ لازم نقص الحته ديت عشان اللي يبقى فيه مسار طبيعي. طب قبل ما نقص الحته ديت عاوزين نعرف مكانها، فنعرف مكانها ازاي؟ بالبيريوم. فتيجي انت حائن بيريم وبعدين تفضل ماشي 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 لحد لما توصل للحته دي، ومره واحده تلاقي القولون بقى واسع جدا. ليه؟ لان هو الاكل جاي كده جاي كده عاوز يعدي، مفيش، زي الاكاليزيا بالظبط، يبقى تتنفخ تتنفخ تتنفخ. فانت لما تيجي تعمل بيريم انت عاوز بس تعرف مكان الحته الضيقه فين، مش عاوز تشوف القولون كله، صح؟ فانت بتروح حائن بيريم لحد لما تلاقي الحته الضيقه وتعدي منها وتبطل تصويب، لانك لو استمريت في حقن البيريم هتملى القولون بالبيريم مش هيفضي خلاص، هيتحول الى جبس ومش هتعرف مش هتعرف له حل خالص، اصلا مش هتعرف تفضيه. وبالتالي احنا في الهيرش سبرانج ده اللي هو فيه حته اي جانجليونيك اللي هي زي الاكاليزيا ما بتفضيش كويس، بنوصل للمكان بنقول للجراح المكان موجود في الحته الفلانيه، بيدخل يروح قصص الحته دي ومعاد توصيل القولون مره تانية يرجع الواحد ايه زي سليم. البيريوم مهم جدا في الموتيليتي. طبعا طلع اختراع كده من فتره اللي هو اسمه حركيه الجهاز الهضمي، وان ناس كتيرة جدا بتشتكي ولما يعمل البريم العادي ما بيطلعش عنده حاجة، فقالك بقى احنا نديله بريم يشبه اللقمة، يعني حاجة كده تبقى قريبة قوي من اللقمة اللي هو بيأكلها، وبعدين نفتح عليه الاشعة ونقعد نتابع بقى السريان اللقمة دي في البتاع ونشوف تمشي عدل ولو كم في الثانية
كل الكلام ده استهلك كمية أفلام رهيبة وعرض العيانين لكمية أشعة شنيعة جدا، وفي الآخر خالص ما يعني المهم الجرد اللي هو جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، البريم مهم جدا فيه، لكن الريفلكس دلوقتي بيتشخص بالمنظار، ان دخل المنظار وتقول للعيان ابلع ولا من غير ما يبلع ولا حاجه، وتشوف في حاجه من الاستومك بتطلع في اللور اوسوفجس ولا لا. بعدين الدايفرتيكلي في اي حته البريم كويس ليها، بس في الاوسوفجس بالذات، لان دايفرتيكلي في الكولون بتتشاف بكل الطرق، بتتشاف بالسي تي وبتتشاف بالمنظار وبتتشاف بالفيرشوال وبتتشاف بكل حاجه. الديدينال دايفرتيكولم بيتشاف برضو بالمنظار احسن له، لانك انت لما تبص على الدايفرتيكولم بتاع الديدينم خطورته ان هو يكون قريب قوي من الكومن بايل داكت، انت عارف القنوات المراريه بتفتح في الايه في الاثنى عشر، فلو طلع الدايفرتيكولم عندها بالظبط بيبوظ الدرينج بتاع البايل ويجيب للعيان جوندس ويجيب له شويه حاجات التهابات في القنوات المراريه وكده. suspected bowel perforation، افرض واحد احنا شاكين عنده ثقب ما بنديهوش بري صح ولا ايه؟ بنديله جاستروجرافي عشان ايه؟ مش عشان تعرف مكان الثقب فين، يستحيل هتعرف مكان الثقب فين. خلاص انت لما بتسقي العيان جاستروجرافين تعمل له سي تي تلاقي الجاستروجرافين شر في البريتونيوم كده ساح بره، هوري لك صور للحكايه دي بعد كده. يبقى معنى كده ان عنده بيرفوريشن، فين مكان البيرفوريشن؟ مش شغلانتي ديت بقى، تروح جراحين تفتح تستكشف تعمل الحاجات زي كده، وبعدين اخر حاجه هو الايه؟ البولوبوس. دلوقتي احنا يعني يعتبر خلصنا.